يستغل معاقبون مواطنين أقدموا على شراء عقارات غير مشيدة وفق المادة 25 من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013. تحايل بعض هؤلاء المروجين لهكذا معاملات على مئات المواطنين الذين وقعوا ضحية الفساد، بل تعدى ذلك لاستحواذ جهات متنفذة على أراض تابعة للدولة. والله المادة 25 حقيقة وال15 اللي أسميهن سيئات الصيت، يعني هناك شبهات فساد كثيرة جدا في هذا الملف، هناك تعاطي سلبي، هناك تجاوز على حقوق المواطنين. المواطن قد أكمل معاملته وتعب وذهب إلى الوزارة وأخذ موافقة، ويأتي شخص متنفذ بطريقة ما قد يستحوذ على هذه العرصة، وهذه مشاكل. لذلك شكلنا لجنة، وأيضا الآن هذه اللجنة أظهرت لنا عديد من المخالفات في هذا المجال. من يسيطر على بيع عقارات الدولة؟ سؤال أخذ صدى في الشارع بعد قرار مفاجئ من المحافظ إيقاف إجراءات المادة 25 في بلدية النجف. لكن ما حدث بعد هذا الإجراء توزيع جديد لأراضي الدولة المسيطر عليها من قبل الأحزاب، حديث تناوله خبراء في القانون. ما يقارب 30 دعوة في محكمة تحقيق النجف، وذلك لتجاوز المحافظ صلاحياته بتوقيف عمل المادة 25 من قانون سنة 2013. بالنسبة للمعاملات اللي قدمت عليها المواطنين ما يقارب من يوم 1/1 ولحد هذا اليوم اجت موافقات من الوزيرة ما يقارب حوالي 2000 معاملة. كل هذا المعاملات توقفن بسبب توقفن من قبل المحافظ النجف السيد لؤي الياسري. سبب هاي الصراعات الحزبية، المواطن اليوم أصبح ضحية. اليوم المواطن يباوع للمحافظ بمثابة رئيس وزراء قراره، يعني لابد تدخل، لابد يصير قرار أنه حاسم هذا الموضوع. بلدية النجف يجي شخص يقدم معاملة مواطن طبيعي، الموظف حاط عينه تقول ناصب له كاميرا بس يباوع الرقم هذا وين حتى يبيعه بفلوس الغير واحد. يا جماعة الخير، يعني ما معقولة واصل هالدرجة هاي، الناس ما جاي تستعطي الناس بفلوسها. تحت غطاء القانون تسيطر بعض الشخصيات التي تقف خلفها أحزاب سياسية على أراض حيوية في معظم الأحياء السكنية. مختصون أكدوا بأن المواطن هو الخاسر الأكبر من هذه اللعبة، بينما الدولة تتفرج على ما يحدث دون أن ترف لها جفن عين إزاء هذه القضية. 30 شكوى حررت ضد محافظ النجف بسبب مخالفات قانونية وإدارية واستخدام صلاحيات بدرجة وزير في إيقاف قرار تكيف لصالح مافيات الفساد، وعلى ما يبدو أن القضية تتجه نحو المساومة وإغلاق الملف بين أروقة البلدية. أحمد الحسين، قناة الرشيد، النجف الأشرف.